الخير عليكم. واش وش تقولوا؟ أنا وش تقول بالمحطة الأولى هذه؟ الحمد لله رب العالمين. أنا كانت الجزء الأول من الرحلة كان لاباس الحمد لله. الطريق كانت رائعة مسرحة. إن شاء الله أتمنى وأنا أكيد نوصل إن شاء الله العاصمة نكون في أحسن حال وفي استعداد باش إن شاء الله ندير وصول ممتعة لكن وأنت وش تقول؟ ربي يقول ما شاء الله زيارة ممتعة وزوجة والنيرة إن شاء الله ممتعة ومفيدة. ما شاء الله إن شاء الله يا ربي. وراك هارب روح وانت وش تقول؟ ربي إن شاء الله يستر ووفقنا ويسترنا معرض كتاب إن شاء الله نرجعوا بفايدة إن شاء الله إن شاء الله نشوف كتاب كتاب إن شاء الله يا رب. يا سيدي روحنا ولا ما تهرب والله نجيك. اسمك عيط؟ وش اسمك قالك وش اسمك؟ إبراهيم الله يبارك. وش نقمتك؟ خلينا من نقمتك. وراك رايح؟ هاي وينك رايح؟ السماء كئيبة وتجهما قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء قال الصبا ولا فقلت ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرما قال التي كانت سمائي في الهوى صارت لنفسي في الغرام جهنما خانت عهودي بعدما ملكتها أمري فكيف أطيق أن أتبسم قلت ابتسم واطرب فلو قارنتها قضيت عمرك كله متصرما. ما شاء الله. لحاملها جاء الإسلام فيما بعد وهذبها
نعود إلى حكايتنا. كان هناك شخص قلنا اسمه حنظلة. حنظلة كان صليط اللسان، لا يؤذي بلسانه، فكانت الناس العامة تتحاشاه لكي لا تتأذى من لسعات لسانه. وتمشي الأيام والأيام ويتزوج حنظلة بامرأة اسمها علقمة. وتمر الأشهر والأيام وينجب حنظلة من علقمة ابنا له اسماه مرة. الله يبارك. اسمه مرة. عائلة هذه كلها. وتمر الأيام والليالي والسنون ويكبر مرة ويصير غلاما يافعا ثم شابا قويا، صار يصحب أباه أو يصحبه أبوه معه في التجارة إلى السوق. ولا زال حنظلة في عادته دائما قبيح اللسان وبذيء اللسان وصليط اللسان ويتحاشاه الناس. في مرة من المرات حدث موقف عجيب سجله لنا تراثنا العربي. في مناوشة كلامية بين الأب وابنه في السوق أمام العامة، اختلف حنظلة مع ابنه مرة. توقع حنظلة أن يسكت مرة وأن يحترمه لكبره ولأنه الوالد، لكن تفاجأ بأن مرة خالفه الرأي علنا. مشكلة. غضب حنظلة وقال: ما أمرك يا مرة؟ لاحظوا الجمل العربية، ما أمرك يا مرة؟ فرد عليه مرة قال: أعجبتني حلاوتك يا حنظلة. قال: أسكت، ألا سود الله وجهك؟ قال: وأنت يا أبي، ألا بيض الله عيناك؟ قال: آه يا ولدي، قد صرت بذيء اللسان، قد كنت شؤما على إخوتك فماتوا جميعا. قال: أعجبتني كثرة أعمامي. أدرك حينها حنظلة أنه قد ولد حية مثله، وأنشد المثل العربي الذي يعرفه العام والخصآن، قال: إن من العصا العصية والحية لا تلد إلا حية.
اهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا. I'd like you to say something to my pupils of English. Okay, we are from South Africa. We've been invited here to the Algerian Book Fair by the Algerian government. Huh? The two governments share a very long history of struggle, and we appreciate it that we've been invited to come and exhibit our culture, our books here in Algeria. You would know that South Africa is popular because of Nelson Mandela, one of our struggle heroes. He was imprisoned on Robben Island for 27 years. Yes. When he was released in 1990, he came to Algeria to say to the Algerian people, merci beaucoup, thank you very much for supporting us in our struggle. So we love Nelson Mandela because of what he has brought to us. So, and please, before finishing, can you say something about apartheid? Apartheid is a form of government that separates people, that oppresses people, and that marginalizes their language. So it's a very evil system that we had to go through in our lives. It shouldn't be tolerated. It should be fought wherever it rears its ugly head. And we are grateful to Mandela, to O.R. Tambo, to Steve Biko, and other struggle heroes for bringing us freedom while fighting apartheid. Good. Do you think that there are no people who practice such thing? We still have apartheid in different forms across all some of the countries. The people of Palestine are not free because of the oppression that they are getting. So many countries, people are struggling. In Kenya now, we have a strife between the ruling party and the opposition because they don't see eye to eye. But we need to fight all injustices with all the power that we have so that the world becomes a better place. Many thanks, brother. Merci beaucoup. Many thanks. Go on. Hi, my name is Claire Rose Julius. I'm from South Africa, Johannesburg. And I will now speak in my home language, which is Afrikaans. Hi, my name is Claire Rose Julius, and ek is van Suid-Afrika, Johannesburg. Dit is Afrikaans. Baie liefde. Thank you very much. Thank you.
الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسن بقريش شاعر بالأمازيغية وبالعربية وبالفرنسوية. أنا هذا البيت شعري نهديه لوليدة مسيلة اللي هي يعني قلب نتاع الجبال الحنة. السلام عليكم يا أهل الحضور، يا ولية مسيلة جميع الجمهور، من جرجر جينا بالفرح والسرور، أجول في اللوانس العديد نجور، زيتون في يدين التين وثمور، الورد والياسمين العسل والزهور، أفرح يا الصبي تطور في المقرور، ربي يرحمكم يا أهل القبور، بالإيمان والصبر لبراء المضرور، أرتح يا قلبي في وسكون فخور، بالخدمة والعلم ما يبقى المحكور، أحتفظ بالجزائر غيرك تاع البحور، قيم كان جزائري خاسلي ساكول، تحس برتم يمين داخل لي تزدق سوماس إلى السهل دي الطير خدمت البرت الفلاس دي تاتر جرتسا والمسكينة تقلوس واس ولما نوا بقمام لما ندحر وقت الناس جو كونسيدير لا فراترنيتي كوم لا بوش على الانتيريور يعني دون دي فوا لي دون يستخون بالمور دو دون لا لونك مالغري لا دولور سا نمبيش يفيف توجور دون لا ميم بوش نو فيفون توجور dans la même Algérie qui est notre patrie, on n'a pas une autre Algérie de rechange. بارك الله فيك. يعني على كل حال الناس مسيلة نقول لهم السلام عليكم، راني سلمت عليكم على كل حال، ونتمنى السعادة للشبيبة الجزائرية والشعب الجزائري من المغربية حتى السكيكتا من العاصمة حتى الأفكار، يعني الحمد لله رانا الشعب واحد لازم نوليو للأمن على خاطر الجزائر هذه حظ يعني حلوها الرجال رحمهم الله يعني بالوحدة الوطنية يعني هاد هما كانوا في ستة تسعة في الخارج وحطمنا أكبر استعمار تاع القرن العشرين دونك نعيط ونقول للشعب الجزائري ونقول للشبيبة تاع مسيلة باش يقراو باش يخدموا باش نحيوا يعني صورة ثقافية لازم الثقافة تاعنا لازم نفرضوها في العالم اللي في الجزائر ولازم نوليو ثاني الاقتصاد لازم الخطر بكري حنا يقولون القرون يد الروم القمح تاع الجزائر كان يلحق لروما فرنسا باش تخرج لها الوطن العزيز كنا نسالوا لها القمح دراهم ودرت لنا هذيك السبه تاع المروحه يعني باش تخلو ومن بعد تفرقوا لها يقول لك تفرقات اسود كي يحكموا الناحيه من النواحي يعني يسكنوا روحهم باش يروحوا من ناحيه واحده اخرى وحنا الشعب الجزائري الشعب واحد من عهد الروم يعني حتى نوفمبر 54 يعني دائما الثوره ما حبستش حتى نوفمبر 54 ويعني الحمد لله حطمنا اكبر الاستعمار تاع القرن العشرين ودرك راني الحمد لله راني نتنعم بالاستقلال السياسي العالم راه يرفرف دورك لازم نجي نتنعموا بالاستقلال الثقافي والاستقلال الاقتصادي يعني نطلب ربي يعطينا الصحة لهنا للشعب الجزائري باش يعني ما نطيحوش في الفخار ونراهم الإمبريالية العالمية راهي تتحطم في الشعوب يعني باش تبيع سلاحها وباش كي ترد من البلاد وتجي هي تبني حنا ما تردمنا ما نشريو سلاحها حنا نوفروا روحنا بروحنا وتبارك الله فيكم. شوف البرنامج شوف الجاهل هذا شوف لي درابو اسباني ها شوف لي واش بناو المسلمين ها شوف تفضل هذيك الفور دورك على كل حال يا اخي يعني خدمنا بعرس تقليدي هنا في الجزائر العاصمة يعني كانت الجزائر كاع كانت موجودة كل نهار عندنا ولاية النهار أنا اللي مثلت الولاية تاع تيزي وزو على كل حال جاو الأجانب جات واحدة سيتي امباسادور تاع لوتريش والأخرى سي قالت لي جو روبريزونت لو بوبل أمريكان قلت لها فوزيت أمريكان جو سوي ألجيريان De toute façon, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez faire un très beau séjour en Algérie. Si mon groupe sanguin correspond au vôtre, je peux vous donner et vous pouvez me donner votre sang. Nous sommes des frères humains, différentes religions, différentes politiques, différentes nationalités. Il y a une certaine théorie qui dit que nous descendons du singe. Si c'est vraiment descendu du singe, il y a un manque d'organes et de sang dans les hôpitaux
qui c'est le singe, il va régler le problème de la santé publique. Tout ce que Dieu a créé l'homme, à partir de l'homme, il a créé la femme. À partir de l'homme et la femme, il a créé toute l'humanité. Maintenant, je vais vous faire ça par une poésie. Écoutez là, je suis africain, berceau de l'humanité. Je suis algérien, fier de mon algérianité. Je suis maghrébin, nous vivons dans l'union et la prospérité. Je suis méditerranéen, qui entoure une mer de paix. Je suis musulman, religion pour laquelle je suis convaincu. Afrique, Europe, Asie, Amérique, Australie, faisons des efforts pour préserver la terre qui nous a enfantés. Ô Dieu, toi qui as tout bien fait, toi qui donnes et enlèves la vie, toi qui vois et sais tout ce qu'il y a dans les cœurs, ô maître de l'univers, du paradis et de l'enfer, instaure la paix sur la terre pour l'humanité tout entière. Préserve-moi de mes amis et de mes frères, car mon ennemi qui est le diable, je saurai quoi faire. Arbi khalqnam danis jalti diwan, tumrud al malaik swa nous zulen, tkhalqti de gwahar de qudra ki tidiskren, tfkira sid qrouhi de la manara du galen, dik sid faqt mtout gel jannat tnamen, tfkira sni dial el khair yout el fakhyan qharmen, ata yusad shitan vititi sahlan, tsufqtni دق الرحمن ردوني ثدعت بن عشين دق الغابان ترسوني فرون المكلن سنتي زكزود سياداني طفارن دام ديت ميدي غلي تلام دق الغويراني قانن أثني يشعل انتي ما سوغالن تخميما أسمي خدمن سفينا دق البحار تينيقن يالتا مورتا سي عدان دا تحسبن دايلان سن التايات بض الديرا ضربي تدشكعن يال نبيس الرسالة إلى ذاك نتوفن محمد عليه السلام أثنتي فندي خثمن القرآن بالنور خلقيت إلى بذوي بضوعا أنظ لبسي ذي ربي هذا يجعل دين سلمان دونيت كل شذ الفاني سوى أن تردي قيمة سوى أن تردي قيمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منين نتوما؟ شلف. منين بالضبط؟ من شلف؟ شلف كبيرة. وادي الفضة. ها؟ وادي الفضة الله يبارك. واش عجبكم؟ واش عجبكم؟ واش عجبكم في المعرض؟ كاش ما شريتو ولا ما شريتوش؟ شرينا. كاش ما رحتوا لعبتوا كاش ما لعبنا لعبنا. والو. لعبنا. واش لعبت أنت؟ لعبنا بلاي. إيه الله يبارك. هذا واحد. وانت واش لعبت؟ انا فيها لعبت ها؟ لعبنا بلاي. بلاي ثاني بركة. بلاي و وانت؟ انا لعبت البارح. وتغديت ولا مزلت؟ غديت. صح عليك، مية، باي باي. باي باي. I want to see your face. Thank you very much. السلام عليكم سيدي. السلام، مساء الخير. ايه واش راكم لاباس تاع المسيلة؟ واش تقولنا بهذه المناسبة؟ سيدي أنا سعيد جدا. ها؟ سعادتي أكبر بتواجدكم معي لنتقاسم هذه الفرحة. نقول لك حاجة، راك بوكوس خير من في التصويرة. الله ينور. الله يبارك. ايه روح كمل. الله يعيشك.
ان شاء الله هذه الفرحه هذه تكون دائمه علينا وعليكم ان شاء الله. امين. وشنو اللي انت دخل تاعك هذاك وقع فيه؟ روايه قدس الله سري. ها؟ هذه الروايه الثالثه والمتوجه اليوم جائزه الطاهر والطاهر للروايه. وش المغزى نتاعها؟ وش الرساله اللي فيها؟ تحاول هذه الروايه ان تقرب ما بين الثقافات وما بين الحضارات وانصهار الناس تحت بوتقه واحده اللي هي بوتقه الانسانيه. منذ السومرية ولا؟ لا، هنا في الجزائر فقط في بداية القرن العشرين. يا أستاذ، نعم. وين الحاجة اللي دليل على ذلك فقط على الانصهار هذا؟ نبذ الفوارق. نبذ الفوارق والطائفية والاختلاف. كيف نجد في الجزائري مختلف الحضارات التي تتكلم عنها؟ اختلاف الحضارات. كيف نجد الفينيقي العربي الامازيغي الافريقي ذو الاصول الفينيقي الروماني كل بارك الله فيك. مرحبا بكم معنا في هذه المناسبة السعيدة والطيبة، مناسبة توزيع جائزة الطاهر والطاهر للرواية في طبعتها الأولى 2017. واسمحوا لي في البداية أن أتقدم جزيل على حضوركم وعلى صبركم معنا رغم هذا التأخير غير المتعمد والخارج عن نطاق إرادتنا كما يقال، ورغم ضيق المكان إلى أننا اخترنا هذا المكان بالتحديد وفاء لخصلة من خصال الراحل طاهر الطاهر الذي كان يحب دائما أن يكون ممتزجا بالجماهير، ممتزجا بقرائه، ممتزجا بمحبيه، ولم يكن من هواة البروتوكولات والقاعات المغلقة. لذلك نأمل تفهمكم في اختيارنا لهذا المكان على ضيقه وعدم توفر العدد الكامل أو العدد الوافي من الأماكن. إذن قلت أرحب بكم جميعا في هذه المناسبة الطيبة، مناسبة توزيع جائزة الطاهر والطاهر للرواية في طبعتها الأولى 2017. واسمحوا لي مرة أخرى يعني أعطيكم فكرة ولو بسيطة حول هذه الجائزة. الجائزة هي بمبادرة من جمعية نواف الثقافية اللي هي جمعية ثقافية ناشئة يترأسها الأستاذ رياض الطار اللي هو قريب الراحل طاهر الطار اللي هو نفسه أديب وروائي وصحفي، وبالتعاون وبالتنسيق مع وزارة الثقافة تقرر إنشاء هذه الجائزة وترعاها رعاية كاملة وزارة الثقافة. وبهذه المناسبة أيضا أتوجه بالشكر الجزيل لمعالي السيد عز الدين مهوبي وزير الثقافة اللي تفضل برعاية الجائزة وقدم لها الدعم الكامل، وكذلك لشركائنا شركاء الجمعية اللي هما ديوان الوطني لحقوق المؤلف الحقوق المجاورة لوندا، والمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية إناك، ونقابة ناشري الكتب، إضافة إلى دار الكنوز للطباعة والنشر. إذن بعد هذا الشكر لجميع من ساهم في إنجاح الجائزة، اسمحوا لي مرة ثالثة أن أعطي الكلمة وأحيل الكلمة للدكتورة أمينة بن العلا اللي هي رئيسة لجنة التحكيم لتقرانها بشكل رسمي محضر نتائج هذه المسابقة. تفضلي. شكرا أستاذ عبد القادر. السلام عليكم أيها الحضور الكريم، الحضور الجميل في هذا اللقاء الوفي لروح عبد الطاهر والطار باسمي وباسم لجنة التحكيم
المتكونة من الأساتذة أمينة باللعلى رئيسا، الدكتور إبراهيم صحراوي عضوا، الدكتور عامر محمود عضوا، الدكتور فيصل الأحمر عضوا، والدكتور سفيان الزدادقة عضوا. باسمهم أقرأ عليكم هذا البيان الختامي الذي أعلن من خلاله عن توزيع هذه الجائزة. يمثل طاهر وطار أو عمي طاهر منعرجا هاما في تاريخ الثقافة الجزائرية، منه تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ الكتابة الأدبية، ومنه سيتأسس الوعي بالرواية العربية. قضى عمره في كتابة الرواية والدعوة إليها والتبشير بالتنوير والحداثة الوطنية، احتل موقعا رائدا في الداخل والخارج، وأوصل الرواية الجزائرية لأن تنال جوائز واعترافات ولأن تقرأ بلغات مختلفة. ومن هنا فتأسيس جائزة باسم طاهر مطار هو اعتراف بفضله ووفاء لروحه، واعتراف بالأدب الذي كتب في سياقه، كما هو اعتراف بالثقافة التي عاش من أجلها. وهذه الجائزة وعلى الرغم من رمزيتها إلا أنها تحمل معانيها الحسنى وأبعادها المثلى، هذا مبتدأها، والأمل أن تكون في المستقبل فضاء جامعا للتباري والتنافس المنتج. ومن الصدف الجميلة أن الإعلان عن الفائزين بها كان عشية ذكرى ثورة التحرير المباركة، والأجمل في هذه الصدفة أن يكون الفائزان شابين اختار أن يكون التاريخ الوطني موضوعا للروايتين، مع اختلاف كل واحد منهما في تمثيله لهذا الموضوع، الأمر الذي يؤكد استمرار العلاقة بين الشباب وقيم التاريخ والهوية الوطنية التي لا تزال القيم المحركة كما كانت محركة لعم طاهر وللأجيال السابقة جميعا. تحية ورحمة لروح عم طاهر وطار، وهنيئا للروائيين الفائزين بالقاسم مغزوشا ومحمد الأمير بن ربيع بالفوز، وتحية إعجاب بالمستوى الذي لمسناه لدى روائي القائمة القصيرة. شكرا لجمعية نوافذ التي أقرت نوافذ ثقافية التي اقترحت إجراء هذه الجائزة، وشكرا لها لأنها اختارت لجنة تحكيم من روائيين وأكاديميين جزائريين عكفوا وعلى مدى اجتماعات عديدة على قراءة الأعمال التي وردت إليهم، قراءة متمعنة قامت على معايير ثلاثة هي السلامة اللغوية والوعي الروائي وأصالة الموضوع. وانتقت الأفضل بعد التداول في اجتماعها يوم 31 أكتوبر، وانتهت إلى ترشيح الروايتين الفائزتين مؤبن المحروسة يؤذن في فلورنسا لبلقاسم مغزوشا، وقدس الله السري لمحمد الأمين ابن الربيع مناصفة. شكرا لدعم وزارة الثقافة لهذه الجائزة، وشكرا لكل المساهمين الذين هم أمامكم، الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، النقابة الوطنية لنشر الكتب، دار كنوز للنشر والتوزيع. شكرا لكم جميعا على الحضور الذي يشرف عمي طاهر وطار في قبره ويشرفنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للدكتورة أمينة باللعلى رئيسة لجنة التحكيم، وننتقل الآن إلى تسليم جائزتين للفائزين بهذه المسابقة. للتذكير، جائزة طاهر وطاهر للرواية قيمتها المالية هي 500,000 دينار، هذه الطبعة الأولى، إضافة إلى تعهد بطبع العملين أو العمل الفائز يعني في طبعة وطنية تقوم بها مؤسسة الفنون المطبعية لناك، وطبعة عربية تقوم بها مؤسسة كنوز للطباعة والنشر. إذن تتفضل شقيقة الراحل طاهر وطاهر. تفضل.
ميكس نيم جائزة الفائز محمد نامين بالربيع. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات السادة الكرام، أسر الإعلام الأربع، القوى الرابعة، الأصدقاء الأوفياء، القراء الأعزاء، السلام عليكم. قبل 7 سنوات طاعنات في الغياب، شيعنا الأديب وطار طاهرا يا مثواه الأخير إلى الضفة الأخرى. رحل المجاهد المثقف والتحق بموكب الشهداء نهاية أسبوع حار من شهر أغسطس، فاحترقت قلوبنا حزنا على من عشقنا تجربة حرفه. حقا الموت دخان يطعن السماء، أترحموا على روحي الزكية. أن تنال جائزة تحمل هذا الاسم الأدب الفذ، ذلك هو الاعتزاز بعينه. الأديب يمضي على استحياء، لكن أعماله تدب دوما مثل نهر عرب تنغترف منه فكرا لا نظمأ بعده أبدا. ولد الطاهر والطار في منطقة أنجبت أول روائي عرفه التاريخ في القرن الثاني ميلادي، ألا هو لوسيوس أبوليوس أفولايم دوروش، صاحب رواية الحمار الذهبي باللاتينية أسينوس أوريوس ميتامورفوزيون. واقتفى وطار حوافر ذهبية، فامتطى عرس بغل وكشف ورقة اللازر رابحة معتصرا رمانة على نخب علي الحوات الذي نذر سمكة تزن 70 رطلا اصطادها من نهر الأبكار لسلطان القصر. هذا هو طاهر وطار الذي أضاء دهاليزنا الأدبية بشموع لم تسقطها ارتجافات الزلازل والشيخ أبو الأرواح يتطير بجسور السرطة. عاد بنا طاهر وطار بكتاباته الفريدة إلى مقام روائي زكي رافعا يديه عاليا في سماء الأدب العالمي. كان مفكرا، مترجما، كاتبا مسرحيا خاصا، مناضلا شرسا، إنسانا شريفا، محبا لتراث الجزائر. هذا التتويج يشرفني كثيرا. رواية مؤبنا المحروسة يؤذن في فلورنسا، فلورنس، فيرنتي. رواية تسرد منافي الدي حسين بعد سقوط الإيالة، نص يجس نبضات الإنسان في انكساراته وهو يرتحل من نابولي إلى ليفورنو إلى بيزا إلى لوكا وإلى عاصمة نهضة إيطاليا فلورنسا، موطن دانتي، ماكافيلي، دافنشي، دوناتيلو، ميكلانجيلو وغاليلي. بعد 3 سنوات سافر إلى مصر أين توفي كئيبا. شكرا جمعية نوايف لحاضنة الجائزة والأعضاء المشهود لهم بكفاءتهم الأكاديمية. هذا قصيدي في العرفان والامتنان. تحياتي النوفمبرية. أسعد الله الكبار يجمعوننا وهم على قيد الحياة ويجمعوننا وهم في الملكوت الأعلى.
ليس غريبا على عم طاهر أن يجمعني اليوم لكل هذا الاحتفاء، لكل هذا الفرح، لكل هذا الشجن نحتفي به ومن خلاله بالأدب الذي كرس حياته وما بعد حياته مناضلا لأجله ومناضلا لقيمه ومناضلا لمبادئه لحرفه العربي المقدس ولكل ما هو مقدس في الهوية الجزائرية. سعيد جدا أنني أحمل اسم هذا الكاتب اليوم عم طاهر، وهو الرواية الأول الذي صادفت حرفه في عوالم الأدب. سعادتي غامرة جدا وتغمرني أكثر حين أعرف أن هذه الجائزة جاءت من بعد تحكيم أساتذة وروائيين كبار مشهود لهم بالكفاءة في العمل الأكاديمي وفي الإبداع الأدبي، على رأسهم الأستاذة آمنة بن علاء رئيس لجنة التحكيم. سعيد بكم أيضا وسعادتي لا تضاهى ولا يمكن لي أن أعبر عنها بالكلمات. شكرا جزيلا لكم وألف شكر لجمعية نوافذ الثقافية على رأسها السيد رياض بطار على هذا الاحتفاء الكبير. نلتقي على الحرف وقداسته دائما، وشكرا لكم. سيدتي طاهر خويا نزود له بالرحمة، كان حنين بزاف في حياته، يعني كان مليح معانا، مليح مع والديه، كان احنا والديه في الشرق وهو هنا في العاصمة ويهز الضحية نتاعو ويجي يعيد مع امه. كانوا عايشين وانا اختهم الصغيرة صغيرة. وانتم في قد ايه كنتوا خوا؟ احنا كنا بنتين، واحدة البكر وانا الصغيرة اخر عنقود، دونك انا ديما مديرين عليا. الله يبارك. اخي الصغير خويا كان حنين عليا بزاف، كان ربي يرحمه كان مليح معايا مع اولادي. وش رايك في الجائزة هذه اللي الإقامة تاعي هنا في العاصمة عند طاهر خويا؟ الله يبارك. المهنة تاع زوجي كانت يعني على مستوى الوطن، كان في الجيش، وكي نجيو من هنا مثلا للغرب نروحوا للغرب لازم الطاهر يديروا الإقامة تاعنا عنده، ما يقول ما تروحوش بلا ما تبعدوا عن ايامات. هذا الكتاب تاع طاهر حنين، احد من الحلال. ما راه كاتب مؤلف توجور، هذو عندهم كيش يقولوا الإحساس والشعور شوية فائق على الآخرين، يعني أكيد يكون في هذا الشعور يعني فاهم. أنت يا ذكاء الإحساس تاعك وهو هذو يكرمونا باسم جائزتي. يعني شو أثر ياسر يعني اليوم فرح يعني من دخلت الدعوة. فرحة وشوية إيموسيون. صح. تاع الفرق ذكريات ودخلت. شكرا جزيلا سيدي. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمه الله. منين انت يا وليدي؟ من وكلا. واليوم جيت من وين جيتوا اليوم برك ولا عندكم؟ عندنا يومين من اللي جينا. الله يبارك. قد الفواياج درتوا؟ فواياج واحده. نعم. قد يعني ساعه درتوا في الطريق؟ درنا قريب 9 سوايع. لا سما نهار. الله يبارك. ودوك راك مروحين، واش عجبكم الحاله؟ الله يبارك. كاش ما قدمتوا نشاطات ولا؟ لا جينا نحوسوا. وكاش مشيتوا ولا مشيتوش؟ نورمالمون نشرو كتابات نشرو. الله يبارك. شكرا جزيلا سيدي. عفوا. حسنا غير اسمك وشني ما قلتليش اسمك؟ محمد. كمل. تجاني. منين؟ من تماسين. صحيح. طيب باي باي. طبعا نيابة عن جمعية حضن النشاطات الشبانية باسم القائمين على هذه الرحلة المعرفية العلمية، نشكر الطاقم المسافر معنا على الالتزام والروح المسؤولية. احسنت سعد رشيد، وايضا التعاون والتكافل والاحترام المتبادل. اشكركم جميعا نيابة طبعا ايضا عن الجمعية. نقدم التحية لسائق الحافلة المرافق تاعو، اعطاها تصفيق عليه الساعة.
ان شاء الله نوصلوا بخير. امين. امين. دعونا دعوة خير ان شاء الله. ولدى الريحة الفاطمة السيدة.